المسلمين آمنين على فراشهم وعلى أماكن الأطفال الصغار والرضع ما شافوا إلا ثلاث صواريخ ضرب المكان تاعهم. بعدين براكس واضح معروف، ومعروف أبو جواد إنه تاجر لحوم وأسماك معروف يعني. عشان العالم يعرف انه قاعدين بغصوا في المدنيين، في الاطفال، في النساء، في الشيوخ، ما في لا اي عمل عسكري هنا ولا اي شيء. وضربوا هذا المكان من غير سبب، عشان احنا نعرف انه اعداء الله اعداء دين، ما بفرقوش بين طفل ولا بين شيخ ولا بين امراه ولا بين عجوز ولا بين الشجر.